يعقد قسم العلاج الطبيعي في مستشفى القطيف المركزي اليوم ورشة عمل بعنوان Pediatrics Rehabilitation Treatment and Assessment in Selected Case، يقدمها الدكتور علاء إبراهيم من جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل، وأيضا تشاركنا الدكتورة مي الحسن استشارية الأطفال والطفل الخديج، وأيضا شاركنا قسم العظام مفترض يكون معنا الدكتور سعيد الخميس استشاري العظام في مستشفى القطيف المركزي وهو رئيس القسم. طبعا كل التوبكس اللي هنتكلم فيها تندرج تحت التايتل الكبير بتاعنا بيدياتريك فيزيكال ثيرابي اور بيدياتريك ريهابليتيشن. فاور شوبينج كارت النهارده العربيه بتاعت التسوق ديت اللي انتم شايفينها هيبقى فيها المواضيع الاتيه. اول حاجه عندنا الايفالويشن وتريتمنت سكيلز في بعض السلكتد كيسز اللي احنا اخترناها وهي في غايه الاهميه.